تمارا عبد الجابر، رائدة أعمال أردنية. بالنسبة لي ريادة الأعمال هي مش بس في مجال التكنولوجيا زي ما كنا بنفهم أو بنشوف، هي في مجال تطوير الأفكار الجديدة، تطوير الحلول اللي هي هدفها تساعد أو تحل مشاكل بنشوفها قدامنا. 2017 كان عندنا أنا وشريكتي فدا الطاهر فكرة لمساعدة السيدات في الأردن خصوصاً صاحبات الأعمال، بديناها بمجموعة مغلقة على فيسبوك، تطورت صار عندنا هلا 44 ألف عضوة. من خلالها قدرنا نتلمس إيش احتياجات السيدات في الأردن وفي العالم العربي، سواء هم من صاحبات أعمال أو هم من موظفات وبدهم يطوروا مجالهم العملي. من هاي الاحتياجات اللي شفناها هي الحاجة لدعم الفني وبرضه الحاجة للتمويل. لما بدينا أمام للاستثمار، واحدة من خدماتنا الأساسية إنه إحنا عبارة عن صندوق استثماري. صندوق الاستثماري هو عبارة عن عمل قائم على أساس تمويل أعمال أخرى في مجالات مختلفة. إحنا اخترنا أن نمول الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأردن، الأعمال اللي بتتخصص أو إلها بتمنح فرص جندرية متكافئة. والهدف من الصندوق الاستثماري هو عائد مادي للقائمين على الصندوق، المستثمرين بالصندوق. بس أهم من هيك اللي موجود عندنا بصندوقنا أنه عندنا هدف اجتماعي أو أثر اجتماعي نسعى لتحقيقه بالنهوض بهاي الأعمال، تكبيرها، تحسينها، اللي تقدر توظف ناس أكبر، تبيع بأسواق تانية، تزيد عدد منتجاتها. هدفنا خلال الخمس سنين الجايين إنه ندعم أكثر من 30 عمل محلي، نوصلهم لأنه يصيروا عبارة عن أبطال أردنيين، كلاتنا نعرف قصصهم، كلاتنا نحكي عنهم، كلاتنا نحاول نقتدي فيهم، وبنفس الوقت ندعم مئات من الأعمال الأخرى اللي هي لسه عم تبدأ ناشئة أو اللي هي في مراحل توسعية مختلفة من خلال أعمالنا الفنية.